بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم راح نستكمل الجزء الثاني من الشابتر رقم 5 Creating Business from Opportunity. في الجزء الأول حكينا عن البيزنس ديفينيشن، نوع البيزنس اللي انت راح تقوم فيه، كيف تحول البيزنس ايديا تبعتك او الاوبورتونيتي لريال بيزنس، وتحدد شو الشكل العام لهذا البيزنس، تحدد المشن والفيجن والكلتشر، البيئة اللي راح تعمل رن هذا البيزنس. اليوم راح نستكمل حديثنا في البيزنس ديفينيشن، راح نكمل على الاشي اللي انت لازم تفكر فيه في البيزنس ايديا تبعتك. الجزء اللي راح نحكي فيه اليوم عن الكومبتيتيف ادفانتج للبيزنس اللي انت راح تنفذه او تقوم فيه. هلا في مجال البيزنس بشكل عام او في اي نوع من انواع البيزنس، احنا دائما لازم ندور على شيء يميز البيزنس تبعنا، وهو راح يكون غالبا عنصر من عناصر الجذب الرئيسيه للكاستمرز. بمعنى انا شو اللي بيميز البيزنس تبعي عن المنافسين الموجودين، هذا الشيء بنسميه الكومبتيتيف ادفانتج، اللي هي الميزه التنافسيه او المميزه العامه اللي عندك، اللي بتخلي الكاستمرز يقرروا يجي يشتروا البرودكت تبعك او يستخدموا السيرفيس اللي انت بتقدمها. لذلك في هذا الموضوع، عشان انا اقدر احدد شو القدره التنافسيه تبعتي وشو الميزه التنافسيه اللي عندي، كيف ممكن انا ابنيها اساسا للبزنس ايديا، لازم يكون في عندي استراتيجيه لهذا الموضوع. وبهذه الاستراتيجيه لازم انا افكر في البدايه نعمل، يعني انا عشان اقدر احدد مين شو الكومبتيتيف ادفانتج تبعتي، لازم اعرف انا المجال اللي بنفذ فيه البزنس تبعي ايش هو، مين المنافسين الموجودين في السوق، هل في منافسين في السوق ولا لا، هل شو وضعهم التنافسي اللي بالسوق، هل في شركات كبرى شركات صغرى، كيف وضعهم. لازم افهم اكثر البيئه التنافسيه اللي انا راح اعمل البزنس تبعي فيها. بناء عليه انا بقدر اطلع بخطه استراتيجيه لبناء الميزه التنافسيه تبعتي، اللي هم بنهايه اليوم لازم تكون سستينبل، قابل للادامه ومتطوره ومستمره، مش فكره او ميزه فقط هي عباره عن موضوع خلينا نحكي مؤقت لفترة زمنية محددة. لذلك احنا لازم دائما نسأل حالنا السؤال، هل الفكرة راح تكون ناجحة، ايش البيئة التنافسية، تحليل الماركت بشكل عام، تحليل اداء المنافسين، اعرف انا شو البرودكتس اللي بتنافس البرودكتس اللي بدي انتجه، شو السيرفيس اللي بتنافس السيرفيس اللي انا راح اقدمها. هذا كله بتأتى جزء منه راح يكون انت اوريدي منفذه في دراسة الجدوى. اذا بتتذكروا كنا نحكي عن دراسة الجدوى في البيزنس ايد تبعك، جزء منه لازم تتفكر في التنافس ومدى نجاح فكرتك او مدى الفرصه اللي راح انت تضمن فيها نجاح فكرتك الى حد ما. لذلك في بعض العوامل اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار، اللي هي ممكن تعطيك يعني ميزه تنافسيه مقارنه بالكومبيتيتورز. ممكن انت تروح تحكي انا بدي انفذ البرودكت تبعي بناء على الكواليتي، يعني انا بدي اصمم برودكت الكواليتي تبعه هو راح تكون مختلفه تماما عن كل الكواليتيز او كل البرودكتس الموجوده في الماركت. فهل انت قادر على هذا الشيء ولا لا، يعني هل هو الترند تبعك؟ طبعا هاي الفاكتورز احنا بنحكي عن كومبينيشن، يعني ممكن تكون جزء واحد انت تتبنى الكواليتي والبرايس او تتبناهم كلهم او تتبنى واحد منهم. بالنهايه انت بتقدر تحدد ايش انت اللي ممكن يجذب الكاستمرز لك حسب نوعيه البرودكت اللي راح تقدمه او السيرفيس اللي راح تقدمها، وبنفس الوقت فهمك للكاستمرز اصلا اللي موجودين في الماركت. يعني انت الميزه التنافسيه تبعتك لازم تكون منبثقه عن فهمك للماركت بلس الكاستمرز اللي انت راح تتعامل معهم، او هم الكاستمرز المحتملين لهذا البزنس او السيرفيس اللي راح تقدمها. لذلك ممكن تقول انا بدي اشتغل على الكواليتي، بدي تكون بدي اضمن انه انا البرودكت تبعي الكواليتي تبعه افضل من كل البرودكتس الشبيهه الموجوده في السوق الشبيهه له. البرايس انا بدي اقدم احسن برايس، فالبرايس لور لازم يكون at all the time. طبعا انا عشان اقدر اقدم لور برايس هذا لازم يكون عندي انوفيشن او طريقه مختلفه، مثلا في الكوست اقلل من الكوست اللي لي، بنفس الوقت ممكن اقلل من هامش الربح لفتره معينه. اللوكيشن انا بدي اصل للكاستمرز بالمكان اللي هو بنائمهم بلائمهم ومناسب لهم وحسب راحتهم، او انا بدي اختار مكان هو يكون فيه خلينا نحكي تجمع للكاستمرز، او هو مكان من النوع من اللي ممكن تردد عليه الكاستمرز اكثر. لذلك انتم تلاحظوا مثلا كيف توزيع الاسواق، اذا فتح مثلا محل البسه بتلاقي معظم المرات ممكن محلات البسه تروح تفتح جنبه، فتح محل موبايلات تلاقي اكثر من محل موبايل فاتحين جنب بعض. ليش بقول لك احنا بنروح ندور على المكان
اللي ممكن يكون فيه الكاستمرز ممكن يكون جيد، فالتنافس يكون هون شوي اصعب. فالكونفينينت يعني الاكثر تلاؤم. طبعا اللي بيحدد المكان هو نوع البزنس اللي انت راح تقدمه، يعني مستحيل انت تروح تقول انا بدي اعمل محل البسه وتروح تبنيه مثلا في مكان معزول نائي ما في وبعيد عن المدينه وصعوبه للمواصلات الناس تصل لك فيه، وانت بتعمل شيء اونلاين سيرفيس، هذا الشيء كله راح يعمل لك مشاكل. فبالتالي انت راح تحدد اللوكيشن المناسب للبزنس تبعك. نفس الشيء عمليه الاختيار او الالترناتيفز، البدائل. هل البرودكت تبعك او البزنس تبعك راح يعطي خيارات مختلفه او متعدده للكاستمرز ولا لا؟ هل هذا الشيء ممكن هو يكون عنصر من عناصر الجذب للبرودكت تبعك؟ السيرفيس اللي انت بتقدم، هل تقدم انت سيرفيس احسن من غيرك ولا لا؟ هل السيرفيس اللي بتقدمها مختلفه، فيها بيرسونلايزيشن، هل فيها تخصيص، تقدر انت توفر تعمل كاستمايزيشن او تعديل لهي السيرفيس بحيث ان تلائم كل كاستمر انديفيدجوالي على حد ذاته؟ يعني لذلك احنا مثلا موضوع الكاستمايزيشن او البيرسونلايزيشن بالسيرفيس صار جدا مطلوب. يعني حاليا معظم الشركات بتروح بتبعث لك ايميلات خصوصي لك بناء على رغبتك على برودكت معين، او بناء على هيستوري بيرتشيز اوف بيرتشيز، بناء على تاريخ الشراء تبعك، بيقدموا لك عروض، بيعملوا لك شيء. فالكستمايزيشن او البيرسونلايزيشن صار انا بيهمني اني انا اتعامل مع الكاستمرز مش كانهم وان يونت، لا، كل كاستمرز بحد ذاته هو له قيمته له اهميته، بالتالي انا بتعامل معه، هذا بنسميه البيرسونلايزيشن. فالسيرفيس يصير افضل ورضا الكاستمرز بيرتفع عندك لما تكون انت عامل بيرسونلايز سيرفيسز. عمليه السرعه في تقديم الخدمات او توصيل البرودكتس، عدميه يعني الموضوع الانتاجيه وكفاءتك في الانتاجيه، تلبيه رغبات السوق او تلبيه رغبات الكاستمرز، هذا كله برضه ممكن يكون عنصر من عناصر الجذب لك او للماركت تبعك. طيب هل هذا الاشي، يعني اعتمدنا واحد من الفاكتورز اللي فاتت، هل هذا الاشي از انف ولا هل هو فعلا بيعطيك ميزه تنافسيه؟ هل انت راح تكون قادر تنافس في الماركت او بالسوق ولا لا؟ لذلك في بعض السجستشنز او الاقتراحات ممكن انت دائما تتبعها وانت بتفكر بالبزنس ايديا تبعتك وتفكر بالبرودكت اللي راح تقدمه. بدك تسال حالك، هل انت الماركت، تعمل ايفالويت للماركت او للسوق بشكل عام، هل هذا الماركت هو دايناميك، هل هو كبير بما فيه الكفايه، بتسع لمنافسين، بتسع لك كنيو بزنس راح يدخل على السوق، هل هو متطور دائما ولا بعد فتره من الزمن راح يندثر؟ يعني انت بتلاحظوا مثلا الاسواق دائما في جزء منه بيزدهر، في جزء منه بتنتهي، في بعض السيرفيسز او بعض البرودكتس بيقل الطلب عليها، فبالتالي السوق تبعها راح ينتهي او يندثر. في بعض البرودكتس لا، بتكون جديده وفي لها بوتنشل والناس بتقبل عليها والسوق المال بيزدهر وبيزداد. تمام، هذا الشيء لازم تقيم الماركت تبعك. هل المنافسه راح تعطيك بروفيت؟ انت بالنهايه تذكر انه انت بدك تطلع بروفيت، بدك تطلع فلوس، يعني انت بدك تربح، انت ما راح تشتغل وبخساره او ما راح تشتغل بس براس المال. فانت هل حجم المنافسه اللي موجوده في السوق راح تستل تسمح لك انك تطلع ربح ولا لا؟ مرات المنافسه ممكن تاثر عليك بالسلب، يعني ظلك تنافس تقلل بالاسعار، تقلل بالاسعار لدرجه انك صرت تخسر، هذا الشيء مش منطقي. فلذلك حجم التنافسيه او تنافس بالسوق لازم يستل يظل يسمح لك بالربح. فهل هذا الشيء موجود ولا لا؟ ولا راح تضلك تنافس لحد تخسر؟ اللي هي نفس الشيء ضغوطات السوق، اللي هي انه ما تكونش الكومبيتيشن او المنافسه قويه جدا لحتى، او التنافس حجم التنافس الموجود في السوق يكون قوي جدا لحتى انه انت كنيو بزنس او نيو انتربرنور ما يكون عندك قدره انك تدخل السوق. يعني تقول انا بدي انافس هذول الشركات، هذول حيتان في هذا المجال، انا ما راح اقدر انافسهم. ليش؟ ممكن هم يتفقوا انه يبيعوا بخساره لفتره معينه، او يقدموا اسعار قليله جدا مقابل انهم بس يضربوا البزنس تبعك. فانت دائما بتقيم السوق، يعني انت في بعض القطاعات او بعض انواع البرودكت بجوز صعب جدا تنافس فيها. بس هاي النقطه ما لازم ناخذ احنا حجه او سبب انه انا والله ما بنفع هاي البزنس، في كتير اوريدي بالسوق بيقدموا هاي السيرفيس وانا ما بقدر. والله بدي افتح محل شاورما، هي فكره مش رياديه بس على سبيل المثال، بدي افتح محل شاورما، والله السوق مليان محلات شاورما، في ناس لهم خبره 20 سنه بالسوق ولهم كاستمرز ولهم وضع، فانا صعب افوت على السوق، فبالتالي انا ما بدي ادخل. لا، مش هيك الموضوع لازم يكون. لازم انت دائما ترجع تفكر بالكونتنت بالادفانتج، بالميزات اللي راح تقدمها انت، الكومبيتيتيف ادفانتج تبعتك، وتشوف كيف انت ممكن تختلف عن الكومبيتيتورز، بالتالي هذا بيكون لك سبيس انك تدخل السوق. طبعا الانوفيشن او الابداع
هو جزء من هاي العوامل اللي ممكن تساعدك انك تدخل على السوق. يعني تطلعوا فور اكزامبل، لو شركه هواوي وقفت وما عملت وما تجرأت انها دخلت ماركت التليفونات، ممكن اللي بعدنا لحد اليوم المنافسه بتكون فقط بشكل اكبر بين سامسونج وايفون. او بينما لا، هم درسوا السوق، درسوا الاحتياجات اللي موجوده بالكاستمرز، عرفوا شو ممكن يدخلوا بميزه تنافسيه. ممكن اللو برايسز هي كانت، والكواليتي الكويسه الممتازه مع اللو برايسز جذبت الكاستمرز، عملت قاعه شعبيه التاب، وصلوا لهم وصاروا اكبر شركات المبيعات وجوز على مستوى الاتصالات في سنه الماضيه والسنه اللي قبل. نفس الشيء لما تطلع تقيم البرودكت او السيرفز اللي انت راح تبيعها، هل هي فعلا بتحل مشاكل الكاستمرز؟ دائما حكينا افضل الافكار الرياديه اللي هي دائما ممكن تكون منبثقه عن المجتمع، منبثقه عن المشاكل اللي واجهها الكاستمرز او المنافسين. فبالتالي انا بشوف شو المشاكل اللي ممكن يواجهها الكاستمرز مع المنافسين، شو المشاكل، شو احتياجاتهم، شو الاشياء اللي المنافسين مش مقدمينها الكاستمرز، منها راح تكون هي ستارتنج بوينت تبعتي، منها انا راح اكون نقطه الانطلاق للبرودكت او السيرفيس اللي بدي اقدمها. فبالتالي هل هذا الشيء مفيد ولا مش مفيد للكاستمرز؟ انا هون ممكن افكر بالبرودكت او السيرفيس اللي راح اقدمه. اذكم بالبرايس، البرايس اللي انت راح تقدمه هل راح يكون هو فعلا اتراكتيف؟ يعني انا كاستمر بتعامل مع شركه وبشتري البرودكت تبعهم، على سبيل انا مثلا كاستمر وبتعامل فقط مع ايفون وبشتري اجهزه ايفون ومعجب فيها، هل راح تقدر تقدم لي سيرفيس وبرايس منافس الايفون بنفس الكواليتي او بكواليتي مشابه ولا لا، بحيث انك تقنعني احول من برودكت لبرودكت جديد تماما واجرب واخذ هذا الريسك؟ بالنسبة لي ككاستمر هو ريسك، انا بدي اغير من برودكت انا متعود عليه وعندي ثقة فيه نوعا ما الى انه برودكت جديد واجربه ولا لا. فلازم انت تدور على الميزة التنافسية اللي ممكن تجذب او تخلي الكاستمرز يروحوا على البزنس تبعك. طبعا من النصائح انه لازم انت تفهم الكاستمر نيدز. اكثر اشي مهم جدا بالماركت وبشكل عام وبالبزنس هو الكاستمرز واحتياجاتهم ومشاكلهم، لازم تفهمها. الاستمرارية والديمومة، في كتير بزنس نجحت لفترة مؤقتة من الزمن وبعدين ردت فشلت. فالاستمرارية النجاح مهم، والمحافظة على النجاح برضو مهم. وبالتالي أنا بدي أحافظ على ميزة التنافسية، إذا أنا ابتديت بميزة تنافسية معينة برايس كواليتي بيست سيرفيس إيفر، بدي اظن اشتغل على الموضوع احافظ على هذا الاشي، مش والله انا اعتمد انا بديت ببرايس كويس بعد فتره اريد ازيد البرايس بدون اي مبرر ويطلع عندي بالماركت منافس جديد يعطي برايس احسن من برايس وياخذ الكاستمرز تاعوني. مثل ما انت لما تدخل على السوق ممكن تجذب كاستمرز وتاخذهم من منافسينك، راح يجيك ليتر اون منافسين ياخذوا الكاستمرز تبعهم. فلازم تحافظ على ديمومه عملك. Deliver to meet your customer needs at the right price. نفس الشيء اللي هي الموائمة أو الماتشنج بين الneeds للكاستمرز وبين البرايس اللي أنت بخليك تربح، وبكون برضو عنصر من عناصر الجذب. One of the things أنت لازم برضو تطلع عليها اللي هي في اللي مسميها unique selling proposition. برضو هاي جزء من التنافسية اللي راح أنت يعني تغطيها، اللي هي دائما بتساعدك يعني خلينا نحكي تطلع بكومبتيتيف ادفانتج للبرودكت تبعك. لازم تعمل كومباريزون زي ما حكينا اوريدي شرحناها بين البزنس تبعك وبين شو الكومبتيتر بيقدمه، تمام؟ شو البينيفيت او شو الفيتشر الاضافيه المختلفه، هاو ديفرنت يور برودكت اور يور سيرفيس كومبيرينج وذ ذا كومبيتيتورز، لاي درجه هم مختلفه البزنس تبعك عن المنافسين. وموضوع الكوست برضه، كل ما كان الكوست تبعك اقل كل ما كان عندك قدره بانك تنافس على البرايس بشكل افضل. وبالتالي لازم يو نيد تو ديتيرمين اذا عندك، لازم تقرر او تحدد اذا عندك كوست ادفانتج او كوست ديس ادفانتج. يعني ممكن المنافسين عندهم قدره انهم يقللوا الكوست ويربحوا اكثر منك ويبيعوا بسعر اقل منك، او انت عندك كوست ادفانتج، انت محافظ على الكوست وعامل مينيمايز للكوست بطريقه ممتازه بحيث انك تقدر تنافس على مستوى البرايس. هذا اللي بنسميه اليونيك سيلينج بروبوزيشن. من الضروري عشان تقدر برضو تقارن او تنفذ الكومبتيتيف ادفانتج تبعتك او تنفذ او
تقرر شو الكومبتيتيف ادفانتج اللي انت راح تكون تمتلكها بحيث انها تكون تجذب الكاستمرز، انك تميز بين الاستراتيجي والتاكتكس. هلا الاستراتيجي هي الخطه فعليا اللي بناء عليها انت راح تحاول تستحوذ على الماركت وتدخل وتنافس بقوه في الماركت. وهذه الخطه راح تتضمن البزنس تبعك، الديفينيشن للبزنس تبعك، شو مميزاته، شو الديسكريبشن تبعه، شو البرودكت راح تقدمها، بالمقارنه مع ايش الاشي اللي بيميزك عن المنافسين اللي هي الكومبتيتيف ادفانتج. التاكتكس اللي هي التكتيك بالعربي، او المنهجيه او الطرق او الوسائل او الاساليب اللي انت راح تتبعها عشان تنفذ الاستراتيجيه تبعتك. فبالتالي انا الاستراتيجيه هي ثيوري، خلينا نحكي هي كل شيء مكتوب على الورق. التاكتيكس هي الطرق او الوسائل او الميثودز اللي بناء عليها انت ممكن تحول الاستراتيجيه الى خطه عمليه وتنفيذ على ارض الواقع. هلا جزء من البريبريشن للبزنس والابلمنتيشن ليور بزنس اللي بنعمل ايش؟ الفيزيبيليتي اناليسيس. طبعا كنا حكينا عنها في الشابترز اللي فاتت، موضوع دراسه الجدوى، بس هون راح نحكي اكثر بشكل ادق، اللي هي انت ايش راح تبيع، شو البرودكت اللي راح تبيعه للكاستمر، او شو السيرفيس اللي راح تبيعه للكاستمر. بناء على هذا الشيء اليوم نسميه الايكونوميك اوف 1 يونت سيل، اللي هي 1 يونت سيل، 1 يونت اوف سيل اللي هي الوحده، الوحده الواحده من المبيعات، شو الجدوى الاقتصاديه الخاصه فيها، انا شو التكلفه الماديه اللي راح تكلفني مشان انتج 1 برودكت. يعني انت لو انك مصنع وبتصنع خلينا نحكي موبايلات تليفونات، بدك تشوف شو التكلفه الانتاجيه اللي هي ال 1 يونت اوف سيل للمبيعات. يعني التليفون هذا الواحد كم راح يكلفك، شو التكلفه تبعته، وكم راح تبيعه، شو البرايس تبعه، وشو البروفيت اللي راح يجيك من المبيعات، وكم الحد الادنى من عدد الموبايلات اللي راح يعني تبيعه بحيث انه تضمن استمراريه البزنس او استمراريه نجاح البزنس والبروفيت اللي موجود. فبالتالي انت هون لازم تعمل وزن ذا اماونت اوف جروس بروفيت ايرند اون ايتش يونت، شو نسبه الربح الاجماليه اللي انت حصلتها بناء على بيعك لهذا البرودكت او تقديمك لهذه السيرفيس او الخدمه. فبالتالي انت لازم بالبدايه تحدد شو اليونت اوف سيل، شو اللي انت راح تبيعه برودكت او سيرفيس، بعدين تعمل كالكوليشن للجروس بروفيت، الربح الاجمالي لكل وحده. بعدين نسال حالنا اذا اليونت اوف سيل از بروفيتابل، يعني قابل للربح او فعلا هي مربحه، ده معناته الكل البزنس راح يكون مربح. اما اذا قسمت التكلفه لهذا اليونت وعلى الارباح طلعت بتخسر او ما بتربح، فبالتالي هذا الشيء راح ينعكس على البزنس تبعك ككل وتخسر للامام. هلا اليونت اوف سيل حسب طبيعه البزنس اللي احنا حكينا عنها، طبعا عندنا انواع من البزنس كثير حكيناها في السابق، فحسب نوع البزنس انت ممكن تحدد وحده البيع. فالمانفاكتشرنج مثلا عندهم الطلبيه اللي بنسميها وان اوردر، الطلب الواحد هو اللي بنسميه اليونت. يعني انا الطلبيه هاي شو بتكلفني، او الحد الادنى الطلبيه. يعني هون بحكي عن انا والله كمصنع ما بطلع من المصنع برودكتس، او انا ما بصنع الا مثلا الطلبيه لازم تكون فيها مثلا 100 كرتونه من هذا البرودكت، هاي الحد الادنى عشان اقدر اطلب. يعني انت لو تاجر جمله تشتري من المصنع، بقول لك والله انا عشان اقدر ابيعك وامشي معك البزنس، الحد الادنى عشان تطلب من عندي لازم تكون مثلا 100 كرتونه، تمام؟ هذا حدد اليونت اوف سيلز تبعه. هلا ممكن يحسب اليونت اوف سيلز بناء على ال 100 كرتونه، او ممكن يحسبها للبرودكت الواحد اللي موجود جوا الكرتونه وبعدين يضربها بال 100 او بعدد البرودكت. التاجر الجمله اللي هو السيل راح يكون هو ايش؟ المالتيبل اوف ذا سيم ايتم، يعني مثلا مجموعه من الايتمز، بقول لك باكج او دوزن اوف روزز مثلا، يعني دزينه من الورد، او دزينه من الكاسات، دزينه من او بكرتونه فيها الكرتونه 40 قطعه من هذا البرودكت انسو. التجزئه طبعا ببيع على الوان ايتم، يعني كل قطعه ببيعها هو يكون له يعرف شو الربح اللي بيربح فيها. يعني محل سوبر ماركت بيع شيبس، بده يعرف الباكيت الشيبس الواحد شو بيربح معه، تمام؟ السيرفيس مثلا ممكن نخدم احنا اللي هي ال 1 اور، غالبا السيرفيس بحسب على 1 اور اوف سيرفيس، يعني كم ساعه مده الخدمه، او راح احسب بالساعه حسب التاسك طبعا. يعني التاسك اللي بين ايدي كم ساعه بدها شغل، انا الساعه كم راح تكلفني.
الكومباينيشن اللي هي غالبا الافرج بسيل بير كاستمرز ماينس افرج كوست اوف جودز، يعني اللي هي مدمجه خلينا نحكي بين الافرج للمبيعات لكل كاستمر ناقص الافرج للكوست اوف جودز اللي هي الرو ماتيريال او البضاعه اللي انبعت لهذا الكاستمر. يعني احنا بنشوف كم كاستمر ببيع الافرج سيل للكاستمرز مع ناقص الافرج كوست لكل كاستمر او البرودكت لكل كاستمر، زي مثلا اللي هي الريستورانت ميلز. يعني اقرب مثال المطعم، كيف المطعم بيحسب هو كيف بيربح ولا بيخسر؟ بحسب كم عدد الكاستمرز اللي بيجوا، قديش انا الكاستمرز بيجوا عندي باليوم، عندي 100 كاستمر، ال 100 كاستمرز كم السيل تبعهم الافرج تبعه؟ عندي كاستمر ممكن يصرف بالمطعم 5 دنانير وممكن يصرف كاستمر ثاني يصرف بالمطعم 20 او 100 دينار، كم الافرج بالسيلز تبعهم اللي هو الافرج هو عدد المبيعات، عدد الكاستمرز على حجم المبيعات، ونحسب الافرج ناقص بدي احسب ايش الافرج للكوست اللي انا كلفني الوجبات اللي نزلتها بالمطعم، شو طلبوا شو الاشياء والرو ماتيريال اللي اخذتها، هذا ممكن نسميه ايش الكومباينيشن. كيف راح نحسب الجروس بروفيت بير يونت؟ بكل بساطه السيلينج برايس لليونت ناقص الكوست اوف جوست سوري جودز سولد، الجودز سولد اللي هي المنتجات الجودز، او ناقص اذا كنت بتقدم خدمه اللي هي الكوست اوف سيرفيس سولد. بالتالي انت راح تحسب السيلينج برايس لكل وحده كم راح تبيعها ناقص التكلفة المرتبطة بهذا البرودكت أو هذا السيرفيس سواء كان يعني goods or services. طبعا الكوست للمنتجات راح يكون متضمن فيه labor اللي هو العمالة أو التكلفة والمواد الخام المستخدمة، مشان أنا أحسب عشان أطلع one unit، يعني عشان أنا أعرف شو الكوست تكلفة البرودكت. مثلا تليفون راح أحسب هذا التليفون أنا عشان أنتجه كم موظف يشتغل عندي، شو الرواتب اللي بأخذوها تمام، وشو الرو ماتيريال المستخدمة، شو المواد الخام اللي أنا مستخدمها عشان عملية التصنيع والماكينات والأمور، بناء عليه أنا بحسب شو الكوست لكل برودكت أو لكل تليفون بصراحة. نفس الشيء في السيرفيس سولد الليبر الماتيريال ريكويرد تو بروفايد وان اديشنال سيرفيس. أخذ اكزامبل، هذا الاكزامبل على اللي هو مانفاكتشرينج، هو بيبيع اليونت عنده بيبيع 1 بير اوف سنيكرز. هلا شو المينيمم ريكويرمنت مينيمم سيل او اقل قيمه شرائيه، هذا ايش بحدد، بس احنا نحكي هو حاسب الكوست بناء على ايش، على زوج اللي هو السنيكرز اللي هي الاحذيه. فهو الحذاء بيبيعه ب $15. طيب هذا الحذاء شو بكلفه؟ بكلفه الكوست بير اور للعماله اللي شغيل اللي بيشتغلوا عنده $4. طيب عشان انا انتج حذاء كم بدي ساعات مده زمنيه؟ بدي ساعتين، فبالتالي انا بالساعتين كم راح ادفع للعماله؟ $8 لي 2 في 4 تمام. الماتيريال اللي انا بستخدمها لكل بوت بتكلفني $4، فبالتالي $8 اللي هي تكلفه العماله مع الوقت، $4 اللي هي تكلفه الى اليونت، بيطلع عندي $12. $12 اللي هي الكوست للايش للبير اوف سنيكرز اللي هي الزوج الحديد. انا ببيعه كم؟ $15، معناته انا بربح بكل بوت $3. طيب $3 لو انا بدي اعمل مينيمم سيل تبعي او المبيعات عندي 100 بوت، وبالتالي انا بدي اضرب الربح تبعي في 100 في 3. another example اللي هي مثلا الهول سيل تجارة الجملة، هو بيع 1 دوزن، ببيع اذا بدي يجي حد يشتري من عنده يبيع دزينة من الاحذية، الدزينة من الاحذية ببيعهم ب $240، التكلفة عليه $180 الدزينة. تكلفة الدزينة للأحذية هي $180، وبالتالي صافي الربح عنده لما يبيع دزينة من السنيكرز هي $60. اوكي طيب another example مثال جديد اللي هو تاجر التجزئة، هو بيبيعك البوت 1 بير، بيبيع السيلينج برايس تبعه بيبيعه ب $35، الكوست تبعه للجود سول $20، فبالتالي صافي الربح هو $15
لاحظوا انه الريتير بربح اكيد اكثر بجوز من المصنع او بس بالاخر هو بيبيع 1 يونت، يعني ما بيبيع بالجملة، فبالتالي هو بيعتمد على عدد المبيعات اكثر. لو نيجي على السيرفيس، هاي اكزامبل مثلا، اليونت هنا محسوبة عندي اللي هي 1 اور، انا بدي اي بزنس عندي بدي احاسب بالنسبة للساعة، فالساعة عندي انا الساعة عندي بعمل تشارج عليها 50 دولار، اوكي؟ اذا انا بدي اشتغل هاي الشغلة الساعة ب 50 دولار، يعني فور اكزامبل لو انت عندك نجار في البيت وبده يجي يشتغل لك شغلة او دهان في البيت، بقول لك انا والله بدي اشتغل بس انا ساعتي ب 50 دولار، اوكي؟ بناء على هذا الشيء هاي السيرفيس بيستخدمها. هو شو بده يستخدم مثلا؟ هم مستخدمين هيرجل، هو غالبا هذا الليبر كوست اللي بير اور اللي هو 25، يعني انت هذا اي ثينك المثال بزبط على اللي هو الكوافير او مصفف الشعر. فهو بيحتاج مثلا بعض الماتيريال زي الهيرجل زي الادوات التنظيف اند سو اون، هاي بتكلفه 2 دولار، وهو الليبر اللي عنده بيروح يشتغل 25 دولار، فبيصفي عنده صافي الربح اللي هي 23 دولار، اللي هي 27 ناقص 50 او 50 ناقص 27 بيطلع 23 دولار. كيف انا ممكن اعمل اليونت اوف سيل؟ يعني افكر فيها. ممكن انت غالبا تحتاج بشغلك موظفين يأدوا لك التاسكس او ينفذوا الشغل، فبالتالي انت هم اللي راح يعملوا كرييت اليونتس او اللي يصنعوا البرودكت او السيرفيس. دائما حاول انه مشان انت الربح يزيد عندك اكيد لازم تبيع اكثر، فبالتالي الفوليوم اوف يونتس لازم يزيد. هذا الاشي لازم يكون within the time frame، بمدة زمنية محددة، ما يكونش الوقت كتير طويل. Profit picture at a lower price، يعني أنا بدي أعمل موازنة إنه أنا ربح عندي بسعر أقل، لأنه still أنا بدي أنافس، يعني ما بدي يكون سعري مرتفع بس بهدف إني أزيد الربح تبعي، لا، بظل أنا فاهم شو الماركت تبعي، بناء عليه أنا بقدر أحدد selling price، وبالتالي محسوب اللي هي إيش التوتال جروس بروفيت اللي هي إجمالي الأرباح اللي بيطلع عندي بالشهر بالسنة أنسون. طبعا هذا بيختلف اختلاف البزنس وله تفاصيل كثير ما راح نتعمق فيه أكثر من هيك. يعني الاستراتيجي أنت as entrepreneur you should follow أو you should يعني تفكر فيها، يعني هذا بس ريمايندر إنه إحنا راح ندور على البزنس اللي فيه economic of unit sale اللي هو تكون profitable، يعني نحسب إنه الربح لكل وحدة أو لكل يونت تكون فيها ربح، فبالتالي هذا البزنس أكيد راح يكون مربح. أكيد راح نوظف ناس، increase volume نفس اللي حكيناه، start a new business or expand opportunities نفس الفكرة، إنه إحنا ممكن نعمل new business new opportunity فكرة من from scratch، أو نعمل expand لفكرة أو opportunity موجودة already. فبالتالي and the end of the day أنت راح كentrepreneur راح تصنع وظائف، راح تخلق فرص عمل، وراح تربح، اكيد راح يكون عندك ولد. اعطيكم